شركة ميتا صاحبة فيسبوك شغالة دلوقتي على إعادة تنظيم فرق الذكاء الاصطناعي الخاصة بيها. الشركة عاملة حقل تجارب لإنشاء ذكاء اصطناعي عام، أو اللي هو AGI أو Artificial General Intelligence. إيه حكاية هذا النوع العام من الذكاء الاصطناعي؟ معنا دلوقتي دكتور وائل بدوي، أستاذ علوم البيانات والأمن السيبراني. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير على حضرتك أستاذ بسات. أهلا بيك يا فندم. يعني ايه AGI؟ يعني ايه ذكاء اصطناعي عام؟ ايه مفهوم هذا المصطلح في عالم البيانات وتكنولوجيا المعلومات؟ هل هو يعني بيفوق ذكاء الانسان زي ما بيقولوا ولا لا؟ هو الذكاء الصناعي عام معناه ان هو مش متخصص في حل مشكله معينه. هو احنا في الوضع الحالي حضرتك عايزه وعاء دردشه، حضرتك عايزه تصممي برنامج ذكاء صناعي لمثلا رؤيه رئه او اشعه مقطعيه او اشعه فوق الصوتيه. فكره الذكاء الصناعي العام هي فكره موجوده وفكره نظريه. الفكره بتقول اني اقدر اعمل منظومه تحل اي مشكله، تحل المشاكل بغض النظر عن مصدرها. طبعا الكلام دوت علميا احنا لما كنا بندرس في الجامعه من 25 سنه او اكتر اثبتنا ان ما نقدرش نبني جهاز او منظومه عامه تحل كل المشاكل. لازم نعمل البرامج او الانظمه او الاجهزه متخصصه. فكره ان انا احاول اعمل منظومه عامه تحل اي مشكله او تتعرف على اي مشكله هي فكره نظريه بحته، انما لها فوائد جانبيه. طيب انا عايزه افهم من حضرتك، هل النهارده احنا بنتكلم على حاجه شبه تشات GPT، ان انا ادخل اي حاجه عايزه اعرفها فيطلع لي كم هائل من البيانات عن الحاجه دي، ايا كان بقى النوع ده ايه هو؟ هل بسال على ريسيرش مثلا، بحث، هل بسال على مرض معين؟ هل بنتكلم حاجه شبه تشات GPT ولا حاجه مختلفه؟ هو احنا بنتكلم على حاجه شبه الشات GPT، بس هي بدل ما حضرتك تعملي شات GPT للبحث العلمي، شات GPT للامراض، شات GPT للحاجات الفنيه، شات GPT للاعلام، تعملي شات GPT يتكلم مع كل الناس ديت بغض النظر عن المعلومه اللي هم عايزين يجيبوها. طب مدى دقة طبعا هذه المعلومة؟ يعني هم عايزين يعملوها ازاي؟ يعني هل النهارده مارك زوكربيرج بيقول انا الـ هذا النوع من الذكاء الاصطناعي العام لما حد يحب يعرف معلومة معينة نسبة دقتها ممكن تبقى كام في المية؟ هي نسبة دقتها هتبقى زي الوضع الحالي أو أسوأ، لأنها هتبقى أكيد أقل. نسبة الأجهزة اللي وراها والكمبيوترات اللي وراها والكمبيوتر باور والحاجات اللي تشغلها غير متاحة، قد لا تكون غير متاحة. حجم البيانات نفسه غير متاح. يعني حضرتك لما احنا بنتكلم على الشات GPT بشكل خاص بيتكلموا على 750 جيجا بايت اوف دي اوف بيانات. البيانات دي حجمها كبير جدا. هل احنا نقدر نعمل منظومة نعرفها جميع المعلومات بحيث ان اي حاجة تبقى هي فيها كبيرة؟ طبعا الاجابة غالبا ده مش هيحصل، انما اللي هيحصل ان احنا نتيجة ان احنا بنمشي في هذا الاتجاه فبنطور المنظومات الحالية فبنوصل لدقة اعلى في الحاجات المتخصصة. طيب، تم يعني وصف هذا النوع من الذكاء الاصطناعي بأنه مقارن أو يضاهي الذكاء البشري. يعني إيه الكلام ده؟ وليه دايما في مقارنة ما بين ذكاء الآلة وذكاء الإنسان؟ وإنه دايما في مخاوف من أن ذكاء الآلة سيتفوق على ذكاء الإنسان؟ هو ذكاء الآلة هو ليس ذكاء، هو ذكاء اصطناعي، فالآلة بتقول إنها بتصطنع الذكاء. بالنسبة للناس العامة بيسمعوا إن ده ذكاء وده ذكاء. الذكاء الصناعي لا يستطيع إنه يوصل لذكاء الإنسان، لأن إحنا أصلاً مش فاهمين الإنسان بيفكر إزاي وبيحس إزاي ومشاعره إزاي ورد فعله مبني عليه إزاي. إنما الخوف الحالي والخوف الواقعي إن أنا لما بعمل حاجات زي اللي هي الذكاء الصناعي التوليدي اللي هو زي الناس تعرفه باسم شات GPT، فأنا بولد معلومات جديدة أنا كمصمم أو مبرمج أو متخصص لم أطلع عليها من قبل. فطبعا لما الحاجة أنا ما بعرفهاش بيحصل خوف إن يحصل تحيز وتحور في أداء المنظومة، أنا ما أقدرش أسيطر عليها. ما أقدرش أسيطر عليها مش معناها إنها هتبقى زي الأفلام إنه يدخل على الإنسان، معناها إن أنا مش هقدر أظبط الأداء بتاعها فممكن تدي دقة معلومات المعلومة، خاطئة. يعني حضرتك قصدك كده؟ يعني دقة المعلومة. فطبعا الكلام اللي احنا بنحاول نقوله للناس العامة، لا، هو الذكاء الصناعي هيفضل طول عمره محدود لان احنا نفسنا كبشر. حضرتك في ناس كتير قوي بنقول لك طب هو ليه اخذ القرار ده؟ ما حدش يعرف، لان في نوع من البيهيف او سلوك الانسان مش مبني على منطق ومش مبني على عاطفة، مبني على هو عايز كده. فان الذكاء الصناعي هو اسرع من الانسان
في تحديد المعلومة، أسرع من الإنسان في اتخاذ القرار. الإجابة دي صح لو عنده البيانات الصح وبكيفية معينة، نقدر نوصل لحاجة قريبة جدا من الإنسان. في مواقع تقنية فنية بنقولها بصورة بسيطة جدا، الإنسان الذكاء الصناعي بيتعلم إزاي يا جماعة؟ بندخل له معلومات وبنحسب نسبة الخطأ ما بين المعلومة والمعلومة اللي بيقدر يتعرف عليها وما شافهاش قبل كده، ولما نسبة الخطأ تبقى صفر نشيل نغير طريقة التعليم، لأن بنقول إن الصفر ده ما ينفعش يحصل. فلازم الذكاء الصناعي يتعلم، ويبقى في الاخر في نسبه خطا صغيره جدا 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 احسبها من المعلومه الاصليه. طالما في نسبه خطا في تعليمه يبقى استحاله يتخطى الانسان، لان دايما هيبقى في نسبه خطا. الكلام ده طبعا يعني بحاول اعمل له تبسيط بسيط جدا، فالخوف ان هو يتخطانا هو صعب جدا ان هو يتخطانا. انما لو حد داخل علينا بهجوم سبراني او بمنظومه معينه هو اكيد هيبقى اسرع مننا. طب يعني احنا قلنا في بداية يعني الفقرة ان متى عايزة او شغالة على هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، عايزة اعرف ايه اللي هيعود على الشركة بعد ما توصل يعني لهذه الغاية. يعني احنا النهاردة بنتكلم عن شركة بدأت بمواقع تواصل اجتماعي او موقع واحد وهو فيسبوك، بعد كده ضمت ليها واتساب وانستجرام، النهاردة حابة تتوسع اكتر واكتر. ليه الشركة حابة ان هي تطلع بره هذا الإطار اللي هو التواصل الاجتماعي وتدخل بقى في الهندسة والطب وغيره وغيره؟ هي الشركة مش عايزة تتوسع، هي الشركة ماشية في نفس المسار. هي مشكلة المواقع الاجتماعية ديت إن المعلومات اللي مطروحة عليها من صور وأصوات وكتابة لازم نعرف طبيعتها. فلو أنا عايز أدخل وأقول للناس يا جماعة أنا عايز حاجة تفهم أي حاجة أنت بتعبر بيها، هيبقى الاتجاه إن أنا هنشئ حاجة زي الذكاء الصناعي العام. في الذكاء الصناعي العام هبدأ أدور على معلومات في اتجاهات مختلفة، أنظمة تتنظم في اتجاه مختلف. فهو بالنسبة له هو منظومة إعلانات، هو عايز يجيب المكسب بتاعه من الإعلان، فهو عايز يعرف كل طرق التعبير المختلفة بحيث إن هو يقدر يحجب الحاجات اللي بتضايق الناس أو اللي هي لا تتنافى مع القواعد بتاعته، وفي نفس الوقت يقدر يعرف الناس بتحب إيه وبتفكر في إيه، فيقدر يديه إعلانات موجهة بشكل كبير. فهو الاتجاه ده مش منافي للاتجاه التاني، هو بشكل اخر عايز يقول لحضرتك بدل ما انا بسمع مكالمة التليفون واعرف الحاجات اللي انت بتحبيها عشان انت سمحتي لي اسمع التليفون بتاعك، بدل ما بشوف الكتابة بتاعت حضرتك مثلا انا عايز مثلا اخرج اروح مثلا العين السخنة، فيديني اعلانات عن فنادق ومحلات في العين السخنة. هو عايز بقى يعرف لو انا اعمل صورة، الصورة دي بتشير لايه، الكتابة دي بتشير لايه. فهو في نفس الاطار بس هو متقدم شوية في تحليل البيانات عشان يسبق الناس كلها، بيبدأ يعمل هذا النوع من الإعلانات إن هو هيعمل اتجاه دوت، يبدأ المستثمرين يديله فلوس، يبدأ هو ياخد أسبقية في البحث في هذا الاتجاه، بيطلع منتجات صغيرة والمنتجات الصغيرة دي هي اللي بتأثر على إذن العمل يعني احنا بتاعه. بنتكلم عن بيزنس بحت. يعني كل الشكر طبعا ليك اتفضل. دكتور وائل بدوي أستاذ علوم البيانات والأمن السيبراني، بنشكرك يا فندم. شكرا لك يا استاذ، شكرا.